الله وأهلا وسهلا، مرحبا بكم جميعا. اليوم معي واحد ضيف من أمريكا، وهو الإمام محمد بشار عرفات، من أبرز الأئمة في أمريكا، الذي يدعو للحوار بين الشعوب، شعوب ديال العالم، وهذا الشيء اللي كنحتاجوه هنا احنا في هذا الوقت. فإخواني المشاهدين الكرام، نرحب جميعا بالشيخ الفاضل. أهلا وسهلا أستاذ محمد. أهلا وسهلا بك بشار عرفات. شكرا. ممكن تعرف بنفسك للمشاهد الكريم حتى يتعرف على عليك؟ بكل سرور. بسم الله الرحمن الرحيم، أتشرف أن أكون معك ومع إخواني المشاهدين في هذه الحلقة. محمد بشار عرفات، الأصل من دمشق، خريج كلية الشريعة، وأيضا خريج مدرسة سماحة المفتي رحمه الله الشيخ أحمد كفتارو. كنت إمام في دمشق 8 سنوات، ثم هاجرت إلى أمريكا في 89 في مسجد الركنية، اللي هو سميت ركن الدين على اسمه، في ساحة شمدين، حي الأكراد، في منطقة اسمها ساحة شمدين يعني، أو قريب من مسجد أبو النور، فوق حي المزرعة كما يقولون. لكن هذه يعني التجربة كإمام في سوريا لمدة 8 سنوات كانت بداية مهمة. ثم لما هاجرت إلى أمريكا في 89، وكنت إمام للمركز الإسلامي في مدينة بالتيمور لمدة 4 سنوات، كانت بالتيمور جاءت في شرق أمريكا ولا قريبة إلى واشنطن. مدينة بالتيمور هي من ولاية ماريلاند، وتبعد تقريبا 45 دقيقة عن واشنطن، واشنطن دي سي العاصمة، وليس ولاية واشنطن، إلى الشمال، إلى الشمال الشرقي من واشنطن بطريق نيويورك. أيضا هذه التجربة كانت مهمة جدا، تجربة إمام ليس في العالم العربي في ثقافة واحدة، ولكن الإمام في أمريكا أنت تخطب الجمعة، عندك 50 جنسية على الأقل. هذا كان تحدي لإمام آتي من سوريا، ثقافة واحدة. أربع سنوات كانت أيضا مهمة للتعرف على المجتمع الأمريكي أيضا غير المسلم، والتحديات التي تواجه الإمام من قبل الطلبات من الكنائس، والطلبات من الجامعات، والطلبات من السجون، الطلبات من المدارس بمختلف أنواعها. فهذا كان أيضا تحدي جديد للإمام وللجالية بحد ذاتها، أنه لا يكفي إمام واحد يعني أن يدير كل هذه الأمور. فاضطررت أن يعني يكون عندي منظمة في ذلك الوقت، وثم أسست معهد النور للغة العربية والدراسات الإسلامية. فكان هذا المعهد في 95 يعني ك سيمينري، إسلاميك سيمينري on the east coast في شرق أمريكا. ثم مسجد النور، ثم بعد في 97 يعني ركزت أكثر شيء على الجامعات من خلال تدريس دراسات إسلامية أكاديمية، دراسات أكاديمية طبعا، تدريس يعني مادة دراسات إسلامية بشكل أكاديمي لغير المسلمين. وكنت إمام في جامعة جونز هوبكنز يونيفرسيتي. جونز هوبكنز من أشهر الجامعات في أمريكا. فكان هذا أيضا فرصة للاطلاع على الدراسات خارج أمريكا من خلال إنشاء برامج تبادل ثقافي. هذا نحن لم نعتد عليه يعني في الجامعات الإسلامية في العالم العربي، أن تقيم برامج تبادل ثقافي للطلاب الأمريكيين، أن يخرجوا خارج أمريكا ويأتوا إلى العالم العربي أو أفريقيا أو آسيا أو أوروبا. يعني الطلاب هم يخرجون من أمريكا تماما، يذهبون يزورون العالم العربي والإسلامي طبعاً. لكي يتعرفوا لكي يدرسوا دراسات إما إسلامية أو شرق أوسطية. في أي دول؟ يعني الطالب الأمريكي والجامعات في أمريكا دائما تشجع على أن يخرج الطلاب ولو فصل واحد، يعني بيقولوا له سمستر أبرود أو ستدي أبرود. هذا لكي يعطيهم عن الثقافة الدولية العالمية. نعم صح.
فوجدت أنه من الواجب علي كمسلم يعيش في أمريكا أن يكون عندي منظمة أيضا معنية بالتبادل الثقافي لغير المسلمين، للطلاب أن يأتوا معي إلى إسبانيا، يأتوا معي إلى الأندلس، أن يروا الثقافة الإسلامية والحضارة الإسلامية، الفرق ما بين الأندلس والمغرب. يعني أنت لما تأخذ الفيري مثلا من الخسيرة إلى طنجة تشوف فرق يعني مباشرة. على فكرة المشاهدين الكثير منهم يعني ينحدرون من طنجة ومن شمال المغرب، لكن أنت لما تكون مثلا في نأخذ قرطبة والحمراء والخسيرة شبيلية، يعني أنت لما تسافر تجد مباشرة في فرق ثقافي. المباني متشابهة، يعني تزور الحمراء، تزور السوق، الأقواس، يعني في كثير من الأمور أحياء تشابهها في فاس، في لكن تجد يعني المباني نفسها، لكن الشعوب في اختلاف الآن بين الثقافات والتقاليد. فأنا كنت يعني أخذ معي الطلاب من جامعة نوتردام لكي يشوفوا الفرق، وأيضا أن يروا أهمية التواصل اليوم. فلما يزوروا فاس، يزوروا القرويين، ثم يساووا توازن مع ما رأوا في قرطبة وما رأوا في الحمراء، ولماذا تحول مسجد قرطبة إلى كنيسة، ويعني الأمور التي كانت تحدث معنا. يعني أنا لما يأتي معي طلاب ويضعوا ويكونوا غير مسلمين، يعني حصل مرة حادثة معي أنه طلاب غير مسلمين قلنا لهم سنزور المسجد، مسجد قرطبة، فهم ظنوا أنه هذا مسجد يعني يصلى فيه كمركز إسلامي. فمنهم من وضع الحجاب. لما وضعوا الحجاب الحراس في مسجد قرطبة يعني بدأوا يراقبون هؤلاء الطلاب، ظنوا أنهم مسلمون يعني حتى لا يصلون في المسجد وتعرضوا إلى مضايقات. سبحان الله، حصل أنه تعرضوا إلى مضايقات لأني أنا كنت أشرح لهم عن الفرق في مسجد قرطبة في المكان الذي تحول إلى كنيسة والمكان الذي لا يزال كمسجد، أنه شوفوا الفرق بين العمارة الإسلامية وهذه، شوفوا الفرق بين هون في تماثيل هنا لا يوجد، لأنه الإسلاميك آرت يحرم موضوع التماثيل وكذا وكذا. لكن بأني كنت أشرح ويبدو علي عربي، فظنوا أنه في شيء في الموضوع فأخرجونا من المسجد. سبحان الله، فهذا يعني سبب إشكال، لأنه المسلمين هناك في قرطبة لما سمعوا أنه نحن أخرجنا من المسجد فقط لأنه كان إمام عربي ويشرح، الصحف كتبت عن هذا الموضوع. فما أريد أن أقول هو الطلاب الأمريكيين شعروا بالتمييز، شعروا بالتمييز، كيف أيضا هناك تمييز لما أحيانا تتعرض إلى امرأة مسلمة بالحجاب. أنا فقط يعني أحببت أن أذكر هذه القصة على أهمية أن يكون هناك برامج تري الأمريكي سواء ذكر أو أنثى عن الحضارة الإسلامية، عن التعاليم الإسلامية التي تتعلق بالحوار، عن ما يعاني المسلم اليوم من نظرات الآخرين، وكيف يعني نتكلم عن هذه الأمور اليوم. أهمية بناء جسور، أهمية تصحيح المفاهيم، أهمية العمل المشترك من أجل صالح البشرية جمعاء. نعم، جزاك الله خير دكتور محمد، لنا الشرف الله يبارك فيك زيارتك وهذه التجربة العظيمة، نحتاجها نحن ويحتاجها الإمام هنا في بلجيكا حتى يعني توضح له أو ربما يعني ترشده إلى كيفية التعامل مع الغير المسلم، يعني أن لا يقتصر دوره فقط في الخطابة أو إمامة الصلاة أو شيء. ما هي نصيحتك للإمام يعني كيف يتعامل مع جيرانه، مع القسيس الموجود في مدينته، أو هناك أئمة ربما 20-30 سنة يسكنون في بلجيكا لا يتقنون اللغة الفرنسية أو الفلمانية، يعني يصعب التواصل مع جيرانه أو مع أهل حيه. هذا أخي الكريم تحدي أنا أرى في أمريكا وخاصة في هذا العصر الذي نعيش فيه. أنا بالنسبة لي نحن نعيش اليوم
يعني رغم كل المضايقات لكن أيضا أنا أسميه عصر ذهبي، لأنه الأبواب ليست مفتحة فقط ولكن مشرعة أيضا، يعني على مصراعيها إذا عندك شيء تقدمه. الشيء الجميل الذي أراه فيما قدمته أنت دكتور، أنك سنين وأنت تعمل في هذا الميدان، ميدان التواصل والحوار وتوضيح الصورة الحقيقية للدين الإسلامي، ولكن للأسف الذي نلاحظه في الآونة الأخيرة خصوصا هنا، إذا كان أي حدث يخص الإسلام في بلجيكا إلا ويتحدثون فقط عن شيء واحد وهو التطرف. أنا بالنسبة لي أعيش في واشنطن، في منطقة واشنطن، وهناك كثير من think tanks، مراكز أبحاث، ومشكلتنا أننا لا نقرأ ما ينشر في هذه المراكز، مراكز الأبحاث. إذا كنت تقرأ فأنت تجد وبكل وضوح أن هناك من له مصلحة في إظهار هذا الدين الذي هو دين الرحمة للعالمين، والذي هو دين بسم الله الرحمن الرحيم، والذي هو دين وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، والذي هو دين لا إكراه في الدين، والذي هو دين لست عليهم بمسيطر، والذي هو دين يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا هو الدين الإسلامي. لكن هناك من له مصلحة بأن لا تظهر هذه التعاليم إلا باختزالها بشيء واحد وهو التطرف والإرهاب. لذلك يعني أنا أنطلق أحيانا من منطلق ليس الغبي بسيد في قومه ولكن سيد قومه المتغابي. نحن نعيش في الغرب سواء في أمريكا أو في أوروبا. الذي أريد أن أقوله الآخر يعمل ليل نهار، لكن السؤال لمحمد بشار عرفات، أنت ماذا تعمل وما هو برنامجك؟ أنا أريد أن أسأل إخواني الأئمة، ما هو برنامجكم، ما هو مخططكم للتواصل مع الناس من حولكم، جيرانكم، مع بلدكم، مع قارتكم أوروبا، مع العالم كله؟ لذلك القرآن يذكر لي عن كل هذه الأمور. أنت لما تقرأ سورة الإسراء مثلا وتقرأ التعاليم في سورة الإسراء وهي قد نزلت في مكة والنبي صلى الله عليه وسلم يعني في حالات عصيبة جدا، والقرآن يتكلم عن مبادئ أسس لأمة إلى قيام الساعة، فيها من المبادئ والأسس التي إلى الآن نحن بحاجة إليها. لذلك أنا لما وصلت إلى أمريكا وجدت هناك فرق ما بين التعاليم التي تعلمتها في سوريا، لأنه نحن الجامعات الشرعية في العالم العربي تخرج أئمة يؤم مسلمين، لكن ليس بالضرورة يؤم غير المسلمين المجتمع. نحن نخرج أئمة يعني للصلاة ومساجد أو محاضرات أو مدرس في جامعة أو كاتب إسلامي، لكن لا نخرج قادة عالميين. هذا ما لا نخرجه، يصلحون المجتمع أو يعالجون مشاكل المجتمع أو يفهمون مشاكل المجتمع الأوروبي والآسيوي. يعني أنا كنت في اليابان من 3 أسابيع، كنت أتكلم مع المرافق لي عن الإسلام، قال لي عفوا شو؟ قلت له إسلام. هل سمعت؟ ما سمع بشيء اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، ما سمع بشيء اسمه إبراهيم عليه السلام، ما سمع بشيء اسمه موسى. فأنا قلت 240 مليون مسلم في أندونيسيا، يعني 3 ساعات 4 ساعات بالطائرة، شو عم يساووا هذول؟ وين برامجكم في اليابان؟ نحن بحاجة إلى أيضا تخريج يعني Global Imams. هذه موضوع Global Imams، كيف تخرج Global Imams الذي لا يتكلم فقط بقضايا المسلمين لكن أيضا بقضايا عالمية، لأنك أنت اليوم جزء لا يتجزأ من المجتمع البلجيكي، أنا بالنسبة لي جزء لا يتجزأ من المجتمع الأمريكي. أنا لا أتكلم فقط فيما يخص المسلمين، أنا أتكلم أيضا فيما يخص كل الأمريكيين. طيب أنت في عندك قضايا يجب أن تتفهمها، لأنه في بعض الأئمة بمنظره التواصل يعني دعوة،
يعني دعوة الناس إلى الإسلام. هذا خطأ. طيب يا أخي إذا أنا ما بدي أسلم، شو في عندك إلي؟ ماذا في شعبتك لي في موضوع gun violence يعني الأسلحة، في موضوع المخدرات؟ ففي هذه المواضيع أنت ماذا عندك لي في موضوع أن تفهم القادة المسيحيين عن الإسلام؟ يعني أنا لما أتكلم مع رجال الدين المسيحي أقول لهم أنتوا لما تخرجتوا من الإسلام من الكريشن سيمينري الجامعة المسيحية ماذا درستم عن الإسلام؟ منهم من يقول لي لم ندرس شيء، ومنهم من يقول لي درسنا بالأديان العالمية عن الإسلام أيضا، يعني الإسلام لحقه أسبوع فيا دوب أخذوا فقط تعاريف عن ما هو الإسلام، ما هو القرآن، ما هو محمد صلى الله عليه وسلم، ما هو ديس، ما هو انتهى الفصل فيما يتعلق في الإسلام. في مشكلة في التعليم الإسلامي للقادة المسيحيين. فلذلك أخوك بدأ هذه الجامعة البشير كجامعة يا دكتور في أمريكا، لكن جامعة غير معترف فيها، يعني جامعة محلية. كم طلاب حاليا؟ يعني عندنا يعني تدريب للأئمة، برامج تدريب للأئمة بشكل دوري، يأتون من دول مختلفة. أريد أن أدرس في هذه. الله يبارك فيك. وأيضا اليوم السفارة الأمريكية هنا في بروكسل يعني سيرسلون السنة القادمة حوالي 8 من الأئمة. ما شاء الله. منذ أيام عاد الوفد رقم 6 السادس يعني من الأزهر، يأتون إلينا بشكل دوري. جميل. من الأزهر. ولكن أيضا هناك يعني برامج للقساوسة المسيحيين كيف يدرسوا عن الإسلام، كيف يتعرفوا عن الإسلام، وكيف يعرفون المسيحيين هناك عن الإسلام. لأنه يعني مشكلتنا اليوم هي كيف أنت تتواصل مع المسيحيين، كيف تتواصل مع اليهود يعني بالحديث عن ليس فقط عن فلسطين وعن كإنسان اليهود، ولكن كإنسان، ولكن كجار لك أيضا في أمريكا، وكمواطن وعندك مشاكل يومية. هذا ما نعاني منه من هنا دكتور، سامحني، عندنا شريحة كبيرة من الشباب لا يتفهم هذا، لا يتفهم هذه المسألة، مسألة المواطنة، أو يعتبر أن الغير المسلم هو كأنه ليس بإنسان. أنت كإمام دورك الاهتمام فقط بمسجدك، أو دورك الاهتمام فقط باللقاءات التي تجمع المسلمين، أو الحفلات التي تجمع المسلمين. إذا رأك أو بعض الأئمة يستحي مثلا يذهب إلى حفلة للمسيحيين، أو لقاء فيه نساء، أو عنده تحفظات، وهذا يعني قد يعني يتسبب في عدم التفاهم، ويعطي نظرة ربما غير إيجابية عن عن عنه هو كإمام. يعني بما تنصح؟ يعني أنا أذكر قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يعني أنا بالنسبة إلي كل عمل أعمله سواء زيارة سواء سفر لازم أن أخلص في النية لله سبحانه وتعالى. حتى لو كان يعني أكل شرب، لو زيارة، لو لقاء تلفزيوني، ما كان ما دام النية خالصة لله. فأنت لما تزور هذه بهذه اللقاءات مع الاحتفاظ بالمبادئ الإسلامية بالنسبة لي، لكن ما دام العمل يعني خالص لوجه الله، الله عز وجل يأجرك على هذا العمل. لكن أنا لما أكون في واشنطن وتواصلي مع الناس يكون مختلف عن تواصلي مع الناس في سوريا. حتى اللباس الإسلامي مثلا، الزي الإسلامي للمرأة يعني قد يختلف نوعا ما في واشنطن عن عما هو الحال في سوريا، لكن يبقى الحجاب. يعني أنا لا أريد أن أتدخل في هذه يعني المسألة بالخصوصية، بقدر ما أتكلم عن الأمر بشكل عام. هو أنه أئمتنا اليوم مع احترامي للجميع عليهم مسؤولية أن يتذكروا قول الله تعالى لإبراهيم عليه السلام: إني جاعلك للناس إماما. ما معنى إني جاعلك للناس إماما؟ ليس للمسلمين فقط، للناس إماما. هذا الموضوع احنا اليوم فعلا بحاجة ماسة ان تفهم كثير من الأئمة انه عندهم رسالة ايضا للناس. ما هي رسالتهم للناس؟ ليس للمسلمين،
للناس. طيب أنت بإمكانك أن يكون عندك عمل دعوي لكن دون أن تسميه دعوي. أيوه صح. لكن هو للناس. هو دور الإمام أن يكون صالح مصلح لمجتمعه، يعني يكون له دور في هذا المجتمع الذي يعيش فيه، سواء اجتماعيا أو اقتصاديا أو سياسيا أو يعني حتى يعني مثلا يعني هناك الكثير من المسلمين يشتكون يعني مشكلتنا نحن هنا في بلجيكا على سبيل المثال، يشتكون ويقولون هناك مضايقات فيما يخص الذبح الحلال أو يوم عيد الأضحى لا يسمح لنا بالذبح الشرعي بدون بنج، فهناك مضايقات وكذا، ولكن لا يتفهم أنه يعيش في مجتمع كأقلية وهناك مجموعات أخرى لديها حساسية في هذا الموضوع، ولماذا لا يستطيع أن يجد حل لهذه المشكلة فيما يخص الذبح الحلال وغير ذلك. قص على ذلك كثير التحديات التي يواجهها بعض المسلمين لا يعرفون التصرف معها أو كيف يتصرفون، يعني كيف يعني ربما يعني لا 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 يقبلون على حوار أو ربما حتى المشايخ والعلماء ربما تكون هناك فتوى يعني تجيز استخدام البنج فيتخوفون من ذلك. فما رأيك يا دكتور؟ أنا أعتقد بأنه مشكلتنا في الفوضى أكثر من أي شيء آخر. صح. هنا في هذا البلد في بلجيكا وفي أمريكا الناس يحترموا النظام. نعم. فلما يكون هناك يعني من يتكلم باسم المسلمين ويذهب ويشرح بالضبط كيفية التعاليم الإسلامية في الذبح وينقاد المسلمون الآخرون، لأنه عندنا في أمريكا مثلا أحيانا في أناس لا يتبعون هذه التعاليم، واحد يريد أن يذهب ويذبح مثلا خروف كذا خلف البيت مثلا، طيب هناك قوانين تجيز لك الذبح الحلال لكن هناك أمكنة مخصصة لذلك وتذبحها كما تريد، يعني الشاة الغنمة أو على الطريقة الإسلامية، لأنه هناك أيضا على الطريقة اليهودية هناك يعني اليهود لهم طريقتهم في الطعام والذبح وكذا وأيضا المسلمون، لكن هناك شيء منظم ونظيف هيجينيك طبعا. لكن أنا ما أعتقد هذا مشكلة بقدر ما هو مشكلة تنظيم الأسلوب وهذا الموضوع، لكن أنا أعتقد بأنه أحيانا في بعض الناس يخالفون يعني نعم. هذه القوانين حتى التي يذكرها الإمام في المسجد. صح. هناك أشياء تزعج التعايش في بلجيكا على سبيل المثال، منها قضية الذبح في يوم عيد الأضحى، قضية الحجاب في الوظائف الحكومية وفي بعض المدارس الثانوية، هناك قضايا أخرى، يعني كيف نستطيع أن ننصح المسلمين في يعني الطريقة المثلى في التعامل مع هذه القضايا؟ من خلال زياراتي إلى بلجيكا والزيارة الأخيرة في شهر جون هذه السنة، سمعت شكوى من بعض غير المسلمين من المؤسسات الرسمية في بروكسل أننا أصبحنا نتحاشى المرور من المناطق اللي فيها مسلمين بسبب التحرشات التي نواجهها من المسلمين للأسف. صح. هذه أنا قضية مشكلة. والله أنا انزعجت لما سمعت هذا. الرجال يتحرشون بالنساء بسبب لباسها مثلا. حتى المحجبة يتحرشون بها. الكثير من الأخوات يتصلن بي يقولون يا شيخ والله يعني أقف عند محطة الباص وتأتي سيارة ربما تجد فيها رجل عمره 40 سنة ويتحرش بي وربما يوقف سيارة ويأتي ويهددني. يعني أنا فقط أرد أن أقول أنت تعيش في هذه البلد وهناك أناس غير مسلمين لهم لباسهم، بعض أحيانا لباس ممكن أنت لا تقره، لكن إذا مرت أمامك امرأة
أين الأخلاق الإسلامية بموضوع غض البصر؟ وبموضوع إذا ما في عندك غض بصر، لكن أين كلامك الذي لا يجرح؟ أين كلامك الذي يعني لا يهين الآخر ومعتقد الآخر وإن كان أنت لا توافقه؟ أو عندنا نحن الجالية اليهودية بعض الشباب يعني يؤذون بعض اليهود اللي يكون لابس لباس يهودي. طيب هل هذا شيء يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا غير مسؤول عن هذه المرأة وعن لباسها، لكن إذا مرت من أمامي، طيب ألا يجب أن تشعر هي بسلام إذا مرت من أمامي؟ أنه أنا لن على الأقل أقول كلمة. نحن أحيانا يعني نعيب زماننا والعيب فينا. والله وما لزماننا عيب سوانا كما قال. لكن أنا اللي فقط يعني أريد أن أتكلم عنه الأخلاق. الأخلاق مع غير المسلمين وأيضا مع المسلمين. يعني أنا أتعجب لما أكون هنا وأسمع شكاوى من غير المسلمين عن تصرفات المسلمين معهم، لأنه إما بلباسهم أو لأنه غير مسلمين مثلا، أو لأنه ربما يعني مثلي، أو لأنه مثلي. طيب أنا هذا يعني أنا ما لي مسؤول أمام الله عز وجل عن تصرفات هذا الإنسان، لكني ملزم بدافع ديني أن أحترم كل الناس. أنا لا أوافق عن تصرفات، لكن أنا أحترم الإنسان كإنسان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت جنازة يهودي من أمامه فقام ووقف احترام، فقال بعض الصحابة: يا رسول الله إنه يهودي. قال: أوليس بإنسان؟ أين هذه الأحاديث؟ يعني ليش لعنا نحن فقط يعني نؤكد كثير على الظاهر ولا نؤكد على الباطن؟ هي تربية أعتقد. وكيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يحترم؟ أين موضوع أهل الذمة؟ وأين موضوع احترام أهل الكتاب؟ وأين يعني موضوع التعايش مع غير المسلمين؟ وسيدنا عمر لما رفض رضي الله عنه أن يرى بعض أهل الكتاب يمدون أيديهم، فأمر لهم بشيء من بيت المال. يعني أين هذه الأخلاق؟ رحموا من في الأرض. أين هذه الأخلاق؟ فأنا أعتقد يعني اليوم الجالية المسلمة في أوروبا وفي بلجيكا بشكل خاص يعني مسؤولة عن أخلاقها. صحيح. وعن تصرفاتها مع غير المسلمين قبل المسلمين. صحيح. لأنك أنت تعيش هنا في هذا البلد والأنظار عليك يعني 100% وعشرة عشرة، وفي إعلام ينتظرك يعني على غلطة ليقول هذا هو الإسلام. يا جماعة أنه بعض المسلمين يعني لا يكون لهم دور فعال في المجتمع، ربما يعيش على التعويضات الاجتماعية طيل حياته ولا يبذل الجهد في تكوين نفسه أو يكون له يعني دور في بناء المجتمع. لذلك أنا أقول بأنه الخطب الدينية نهار الجمعة يعني أتمنى لو أيضا تؤكد على كيف نضع برنامج للقادة الدينيين أيضا غير المسلمين أن يكون لهم كورس يعني عن الإسلام 6 أسابيع بالمجان أو بقسط يعني نوعا ما. لكن أنا هذا ما وجدته في أمريكا، هذه الكورسات لغير المسلمين وأيضا للمسلمين. فمن هذا المنطلق يعني أسست البشير، لكن هناك أيضا Civilization Exchange and Cooperation Foundation، مؤسسة تبادل وتعاون الحضارات، تقيم برامج ل يعني تفعيل قول الله تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذه مهمة كل مسلم. ما هي مهمة زيارتك إلى بروكسل؟ هذه الزيارة هي للمشاركة بمؤتمر شبابي عقد البارحة وسينتهي اليوم، لكن أيضا للتواصل مع المسلم إكزيكتيف وتفعيل التعاون بين مؤسسة تبادل وتعاون الحضارات في أمريكا والمسلم إكزيكتيف في بلجيكا، لندعو يعني بعض الأئمة إلى أمريكا ويكون هناك تواصل وتبادل للزيارات، وأيضا دعوة يعني أناس من الجالية المسلمة في أمريكا يزوروا أوروبا أيضا، لأنه هذا مهم جدا.
هذا التواصل، ولكن أتمنى أن يكون هناك مؤتمر للشباب الدولي ومن كل أوروبا، وأن يعقد هنا في بلجيكا من خلال مؤسستي اللي نقيم هذه المؤتمرات في أمريكا كل سنة 3 مرات لشباب من 66 دولة. أعتقد مع التحديات التي تواجه المسلمين الذين هاجروا مؤخرا من سوريا ومن العراق ومن مناطق أخرى، هناك اليوم تحديات بالنسبة لنا أن نقيم مؤتمرات تجمع يعني المسلمين يتعرفوا على بعضهم البعض أكثر. هل لديكم جهود في الدول الإسكندنافية؟ لأن أنا زرت حضرت مؤتمر ندوة قبل أسبوعين، ووجدت هناك أئمة كثير من سوريا تنقصهم التجربة وتنقصهم من يساعدهم في يعني اندماجهم في المجتمع، أو يعني أنا خلال حواري معهم وتحدثي إليهم وجدت أنهم يواجهون بعض الصعوبات، ونصحتهم لأن عندي تجربة صغيرة هنا في بروكسل فرحبوا بهذه التجربة. هل لديكم يعني أنتم؟ أنا الآن يعني الهدف من هذه الزيارة هو البداية من بروكسل، لأني شعرت بزيارتي في عام 2012 مرتين، ثم الزيارة الأخيرة أنه الجالية كبيرة جدا في بلجيكا، وأتمنى أن يكون لنا مركز في بلجيكا يكون صلة وصل ما بين أمريكا وبين أوروبا، ويكون من بروكسل، لأنه برامج الحوار بين الشباب العالمي مهمة، ولكن اليوم نحن بحاجة إلى الحوار الداخلي. نعم. يعني كما نقول في أمريكا هناك interfaith وهناك intra-faith هذا بين المسلمين أنفسهم، يعني صح. نحن بحاجة ماسة إلى هذا، وخاصة بعد الهجرات المتتالية اليوم، لأنه كما تعلم يعني شهدنا هجرات عشرات الألوف ومئات الألوف، لكن أين الأئمة أيضا الذين يأتون ويهيئوا في العالم العربي لفهم العقلية الأوروبية؟ أنا باعتقادي هذا قليل يعني في العالم العربي. ربما نحتاج كذلك للحوار في الدول العربية نفسها حتى تنتهي الحروب هناك، وللأسف بسبب الأمور السياسية التي هي هناك أسهل لي أنا بالنسبة لي أن أقيم هذه البرامج في أمريكا وفي أوروبا من العالم العربي، بسبب المواضيع الأمنية والتحفظات الأمنية. لكن نرجو من الله أول مؤتمر بالنسبة لي أن يكون من مصر، يعني لأن نتكلم مع السفارة المصرية في واشنطن عن هذا المؤتمر الذي نسميه نحو فهم أفضل لعالم أفضل، وبدأنا بهذا من عام 2006، والآن يعني تقريبا عنا 28 مؤتمر في هذا. نعم. ونحب أن أنا بالنسبة لي أن أتوسع في هذا في أوروبا. نعم. وأيضا في العالم العربي، لأنه مهم جدا. نعم. أن يكون هناك وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا بين المسلمين وبين غير المسلمين. عن الجالية المسلمة في أمريكا، يعني كم تعداد المسلمين في أمريكا؟ لا يوجد إحصائية يعني بالضبط كم، لكن دائما ما بين 8 مليون و 10 مليون، والرقم الآن آخذ في الازدياد. يعني لما زارنا وفد الأزهر من أسبوع وزاروا المركز الإسلامي آدم سنتر هذا في ضواحي واشنطن، وشافوا أنه صلاة الجمعة 3 مرات، يعني قالوا هذه نحن ما في عندنا هذه العادة في مصر، يعني أن يكون هناك 3 جمعة. لأنه عدد المسلمين يزداد والمساجد يعني لا تكفي. والآن أيضا يعني عندنا مشكلة أخرى، الأئمة في عندنا نقص في الأئمة، عدد الأئمة لا يكفي لازدياد أعداد المسلمين. فنحن في مواجهة تحديات تأهيل أئمة بالشكل الكافي في أمريكا، لأنه المجتمع الأمريكي يختلف عن المجتمع الأوروبي، وأيضا بحاجة إلى تأهيل أئمة يتواصلون مع المجتمع الأمريكي اليوم، وخاصة بعد فوز ترامب. هذا بالنسبة لي أنا يعني أنظر إلى هذا الموضوع أننا أمام مرحلة جديدة. هذا السؤال الذي كنت سوف أطرحه عليك. فوز يعني ترامب، دونالد ترامب، هل سيغير من السياسة الخارجية التي شهدناها في السنوات الأخيرة؟ مثلا السفارة الأمريكية كان لها تواصل إيجابي مع الجالية المسلمة في بلجيكا،
وتنظيم بعض اللقاءات المهمة، هل هذه السياسة سوف تتأثر؟ أنا أعتقد هذا لن يتغير، وأعتقد أنه سيزداد أكثر وأكثر. لكن أنا بالنسبة لي هناك مشكلة أكبر من هذا، وهو المجتمع الأمريكي نفسه. طبعا هناك بعض المعاهدات الدولية التي قال عنها أنه يريد أن يغير فيها، لكن أنا تخوفي أكثر على المجتمع الأمريكي من الداخل، لأنه وللأسف مرة ثانية استخدمت يعني قضايا المسلمين كشماعة للانتخاب. والآن بعد الفوز رأينا بالأيام القليلة الماضية قبل أن آتي إلى بلجيكا زيارة يعني بعض الممثلين للحزب الجمهوري إلى المسلمين، والتأكيد على دعم المسلمين، وأنه منظمة كير إلى مسجد آدم. يعني إحنا كنا هناك مع وفد الأزهر، فكان هناك اثنين من يعني على الصلاة الأولى والصلاة الثانية أعضاء من الكونغرس الجمهوريين، وأيضا من الحزب الجمهوري المحلي أتوا إلى المسجد ويؤكدوا على دعمهم للمسلمين وأنه لن يتغير أي شيء وكذا وكذا. لكن أنا بالنسبة لي حزنت، يعني أنه البعض يستخدم قضايا المسلمين كشماعة للانتخاب، وبعد أن ينتخب يقول لا 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 أنا يعني فقط أحب أن أطمئن، يعني أنه نحن لن تتأثر علاقتنا بالمسلمين، نحن فقط يعني ضد المسلمين الإرهابيين أو كذا أو كذا. لكن أنا قلت في نفسي من سيبني هذا الدمار الذي سببه هذا الخطاب في الحملة الانتخابية؟ مسؤولية من؟ يعني أن نعود ببناء هذه اللحمة الوطنية، مسؤولية من؟ ومن هو المسؤول عن ازدياد مثلا الكراهية ضد المسلمين في أمريكا؟ إلى متى يعني يتاح المجال أمام من يريد أن يتهجم يعني على المسلمين، ولا أحد يستطيع أن يتكلم أي شيء عن اليهود، فمباشرة تسلط عليه يعني ضد السامية وكذا وكذا وكذا. لماذا يعني المسلمين يعني أعراضهم مباحة يعني لكل سياسي يريد أن يتكلم ويحقق مصالح على حساب المسلمين؟ يعني فهذا موضوع أنا بالنسبة لي بمجرد عودتي يعني إلى أمريكا أريد أن يكون هناك ندوات ومؤتمرات في منطقة واشنطن أريد أن أتكلم عن هذا الموضوع بشكل خاص، أنه لماذا نستخدم يعني من أجل الانتخاب والناس في الجنوب الذين عندهم جهل بالإسلام والمسلمين يصوتون لك مباشرة لأنك تريد أن تحارب، وكأنه تصور كل المسلمين في أمريكا أنه إرهابيين. طبعا العقلاء كلهم يعني ضد هذا، لكن أنا بالنسبة لي كشخص محمد بشار عرفات منزعج جدا من الخطاب، من تأثيرات هذا الخطاب، من خطاب الكراهية، وأنه يعني هذا شيء يسيء لأمريكا ويسيء للمجتمع الأمريكي ويسيء للدستور الأمريكي. نعم، يعني هل تظن أن الموقف سيتغير أو يعني من حسب ما أنا أقرأ الآن أنه أصبحت هناك بعض التصريحات للناس، يعني مثلا البارحة في جورجيا إحدى المدرسات بحجابها وجدت ورقة على طاولتها من بعض الطلاب في المدرسة يقولون لها أنه يعني يجب أن تخنقي نفسك بهذا الحجاب، ويعني لا نريد أن نرى هذا الحجاب بعد اليوم. هل يعني تظن أن المرحلة القادمة ستكون صعبة بالنسبة للمسلمين في أمريكا؟ يعني نحن مررنا بمراحل أصعب من هذا، لكن بعد أحداث إيلول، لكن أتمنى، لكن أعتقد أن المجتمع الأمريكي اليوم تغير. أمريكا اليوم ليست كأمريكا منذ 15 سنة، أنا فقط أقول 15 سنة. أمريكا اليوم التعددية الإثنية
والثقافية تزداد يعني كل يوم مع كل صباح. نحن أمام تحدي لكل أمريكا، ليس للمسلمين فقط. وهنا أنا أقول نحن أمام أيضا يعني فرصة ذهبية لمن عنده برامج للتواصل، لمن عنده برامج للتواصل. أنا بالنسبة لي أرى أنه هذه يعني فرصة أن نرفع صوتنا لننادي بالتعايش السلمي، وأن هناك من يعني نحن نقول في العالم العربي جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. أحيانا يعني هذا الكلام يعني يقتل. فما هي مسؤوليتنا؟ يعني هل فعلا سوف يمنع المسلمين من الدخول إلى الولايات المتحدة؟ هو يعني قال نحن فقط ضد الهجرة غير الشرعية. يعني كلنا ننتظر يعني ما هي السياسات الحقيقية، لأنه الكلام قبل الرئاسة شيء وبعد الرئاسة شيء آخر. لذلك لكن بشكل عام أنا أعتقد نحن أمام فترة يعني الكل فيها يحبس الأنفاس، أنه ما هي حقيقتك الآن بعد الانتخاب؟ قلت كلام كثير قبل الانتخاب، لكن يعني أنا بالنسبة لي أمريكا والشعب الأمريكي يختلف عما تسمعه من السياسيين. صح. الشعب الأمريكي الآن يعني أمريكا منقسمة الآن نصفين. صح. نصف لا يقبل هذا الخطاب جملة وتفصيلا، وهناك قسم آخر هو مع هذا الخطاب، مع هذا الخطاب لأنه جاهل بحقيقة الأمر، جاهل بالمسلمين. صح. والمسلمين يعني كان عليهم وإلى الآن أن يتواصلوا أكثر. يعني نحن لأنه فرصة بشكل لكي توضح الحقيقة، نحن يعني 2% مثلا من المجتمع الأمريكي. لكن هذا يريك أيضا ضعف المؤسسات الإسلامية في العالم العربي والإسلامي، أنها لا تعد أئمة مستعدين لخطاب العقلية الأمريكية. لما كان عندنا وفد الأزهر من أسبوع وزاروا نيويورك ودلوير وماريلاند وفيرجينيا وشافوا واشنطن وشافوا المجتمع الأمريكي، قلت لهم البرامج الآن في العالم العربي اللي ترونها تتكلم لغة إنجليزية، يعني لتعريف الإسلام باللغة الإنجليزية في العالم العربي في الفضائيات كلها، هل هي مقبولة كما هي عند المجتمع الأمريكي؟ قالوا absolutely not. أحيانا نحن نقدم الإسلام باللغة الإنجليزية لكن دون معرفة العقلية الأمريكية أو الأوروبية. نتكلم باللغة الإنجليزية حسب العقلية السعودية. لك يا حبيبي هذا يعني مفيد للناس في السعودية. نتكلم باللغة الإنجليزية لكن بالعقلية المصرية، لكن بالعقلية السورية، لكن بالعقلية العراقية. لك يا حبيبي هذا يمشي حاله في العالم العربي. لكن ليس في المجتمع الأمريكي. لأنه في المجتمع الأمريكي الشمال يختلف عن الجنوب. فأنت لما تجيب أئمة تقول له أنت شو بتفهم عن الحرب الأهلية في العام يعني 1860، وشو بتعرف عن المشاكل تبع اللي خاضها السود؟ يعني أنا فقط يعني أحببت أن أقول مرة أخرى إني جاعلك للناس إماما. كيف تكون إمام للناس في عام 2017؟ جيد، شكرا يا دكتور محمد بشار عرفات. كلمة أخيرة باللغة الإنجليزية حتى لا نحرم الشباب. الحوار كان شيق وجميل جدا، ولكن لدينا 5 دقائق لكي توصل رسالتك باللغة الإنجليزية. Welcome إمام محمد بشار Arafat from America. What's your mission here in Belgium? I'm really honored and delighted to be back in Brussels, yeah. Invited by the U.S. Embassy in Brussels, yeah. Who did a lot to communicate with the Muslim community in Belgium. And I was here participating with a youth conference yesterday and today, and then another 2 days of visits with the Muslim community in Belgium. I'm delighted also to start programs, exchange programs between the imams in Belgium
and the community in the United States, not only the Muslim community in America, but also the entire community. And to be introduced to interfaith in America, the interfaith movement, the intercultural exchange, yeah. and the importance of understanding cultural diversity and religious diversity if we want to build a peaceful world, a world that enjoys a harmonious relationship between different religions and cultures. Yes. In order to build that, you have to understand the other. And especially today, some people are seeing a threat of the immigration, yeah. Whether it is to America yeah. or to Europe. Yeah. And we could see in the past several years the voices of those who are anti, you know, immigration is rising. But also, to me, there is, we could see fear from the other. And that is due to ignorance of the other and also due to the inability of the Muslim community and the imams and the leadership that is responsible for training imams how to build better programs to communicate with the non-Muslims, with their fellow citizens who might be either Christians or agnostic or atheist or do not profess to any religion. We have to understand how to apply our teachings that respected diversity. As you know, Quran starts with Alhamdulillahi Rabbil Alameen, praise be to Allah, the Lord of the world, not the Lord of the Muslims, the whole world. So that's where I'm delighted to be here, yes. To be part of these exchange programs, and especially with imams, to invite them to the United States, and also invite imams from America to Europe. And not only imams, I hope also we can invite Christian clergy and Jewish clergy in order to build bridges of understanding. Yes. And especially today with Muslims coming from Syria because of the war, not only Syria, but Iraq and most of the Middle East. The whole Middle East today is burning. Yeah. And how we can create peace. And how to help those new immigrants who are coming to Europe, how to understand the importance of their role right now, yeah. how to not to lose their own identity yeah. while they are here, but at the same time to be a blessing to this culture by being the best to integrate, and at the same time to think of building bridges with people of other nationalities and other countries. And I see importance of cooperation between America and Belgium and Europe. Okay. And it hurts me when I see some people, they use religion to do harm yeah. in the name, not only in the name of Islam. It could be in the name of Christianity, in the name of Judaism, or the name of other religions. And I do believe that the word of God has been and will continue to be the word of love and mercy and peace and compassion. Thank you very much. The last question. You know, there is a new president elected in the United States, Donald Trump. Your mission, could it be changed? It will never be changed. I think... I saw the last years we had a very good relationship with the American embassy. Mm-hmm. And I think this will not change yeah. because I'm thankful to Almighty Allah to be in America because I have seen the American people not only supporting what I'm doing, but they are asking how they can be part of this more and more. Yeah. And I'm seeing support from the non-Muslims in America, more than the Muslims, that yeah. they would like to see these kind of activities more and more. For us as Muslims living in America, we see how the American people are reacting to us.
And we see a lot of people were upset for the kind of tone that we have witnessed in this past election. Yeah. And the election and the results of the election and having President-elect Trump, today I think the whole American society is watching, and I have seen a lot of people are upset and sad, not sad because of only the election of and the success of President-elect Trump, but I think they were upset and sad because of the tone and because of what has been said. Yeah. In one side, I'm happy in America to see the peaceful transition of power. I'm very proud of that. But at the same time, I'm very sad for the tone and for what has been said during this election campaign. So I think I'm part of the American society who is extremely, extremely upset if there will be an actual threat for the freedom of religious freedom of the Muslim community in America. As I'm sitting here, I'm receiving a lot of texts and messages through Facebook from a lot of clergy in America who are saying, Imam, we are with you and we are against any acts of anyone that hurt you or the Muslim community in America. The overwhelming support I got and a lot of Muslims are getting today from their fellow American citizens because of interfaith activities is amazing. And that's what I wish that the media also shows, not to show only protest, you know, against Trump, but also to show the support we are getting from a lot of... You told me that at the Friday prayer, some Republican politician Many Republican politicians now they are visiting different Muslim communities to assure them, you know, that that we are with you and we are against any tone that or against anything that threaten the coexistence in America. To me, the American people, you know, are the most important thing for me. Yes. Whether it is Obama or Trump or Clinton, to me, I live among the American people and I know who are the American people. Yes. The American people are the one that encourages me to do what I'm doing because they support diversity, they support religious freedom, and they are against any anything that threatens the American Constitution. So I really feel that we are entering a new era, that there is a lot of change in the American society, and I think the politicians themselves, they need to adjust to that change, but they need the help of the clergy, and they need the help of interfaith leaders, and that's what makes me so happy to see the interfaith movement in America is so strong and is getting stronger by the day to counter the voices of hate and to counter the voices of, you know, that threaten the values that we grew up to see it strong in America. Thank you very much. Dear Imam Muhammad Bashar Arafat, for coming to Maghrib TV. Thank you. I wish you success in your life. أشكرك شكر جزيل على قدومك إلينا. شكرا. ونسأل الله يوفقك ويسدد خطاك. مشاهدينا الكرام، مشاهدينا الكرام، شكرا على المتابعة وإلى لقاء قادم والسلام عليكم ورحمة الله.